السلام عليكم أعزائي الطلاب اللي كان الثانوي العلمي، راح نحل أمثلة على قانون من الأول هو قانون إنزال الصفات. قبل ما نبلش نحل الأمثلة نتذكر إنه 3 إلى 1 تظهر نسبة 3 إلى 1 أو 75% إلى 25% في الأفراد الناتجة عندما تكون أو عندما يكون كلا الأبوين يحمل الصفة السائدة بصورة غير مطيلة، وتظهر نسبة 1 إلى 1 أو 50% إلى 50% في الأفراد الناتجة عندما يكون أحد الأبوين يحمل الصفة السائدة بصورة غير مطيلة والأب الآخر يحمل الصفة المتنحية. المثال الأول في عندي في نبات البازلاء لون الأزهار حمراء أركبيتال. أركبيتال تعني أن لون الأزهار الحمراء صفة سائدة، وأعطاني سائد على لون الأزهار البيضاء المتنحية ورمز الهابيل ورمز الأليل R small. فإذا حصل تلقيح بين النباتين وكانت نتائج التلقيح في أفراد الجيل الأول كما يلي: نتائج التلقيح في أفراد الجيل الأول كانت 201 نبتة حمراء الأزهار إلى 199 نبتة بيضاء الأزهار. المطلوب ماء الطرز الجينية والشكلي للآباء، ماء الطرز الجينية والشكلي لأفراد الجيل الأول، ما التعليل الوراثي لظهور هذه النتائج، ما احتمال ظهور نباتات حمراء الأزهار الرقية، ما احتمال ظهور نباتات بيضاء الأزهار، وما نسبة ظهور نباتات حمراء الأزهار. بنلاحظ من نسبة الأفراد الناتجة إنه النسبة ما بين نسبة ظهور نباتات حمراء الأزهار إلى نباتات بيضاء تقريبا النسبة المئوية بدها تكون 1 إلى 1. لو قسمناها على العدد الأقل أو النسبة الأقل، الرقم الأقل على الرقم الأقل، بنلاحظ النسبة تقريبا نسبة 1 إلى 1. وإحنا تعلمنا إنه تظهر نسبة الأفراد الناتجة 1 إلى 1 عندما يكون أحد الأبوين يحمل الصفة السائدة بصورة غير مطيلة والآخر والأب الآخر يحمل الصفة المتنحية، معناته الطرز الجينية للأبوين أحدهما يحمل الصفة السائدة بصورة غير مطيلة والآخر يحمل الصفة المتنحية. أما الطرز الشكلية للأبوين طبعاً هو رح يكون عندي أحمر الأزهار اعتماداً على قانون أو على مبدأ الزيادة التامة، اجتماع الأليل السائد مع الأليل المتنحي، فإن الصفة السائدة تظهر وتخفي تأثير الأليل المتنحي. والأب الآخر الطراز الشكلي لإله أبيض الأزهار لأنه زوج الأليلات عنده متنحي. ماشي. هلأ بالنسبة للمطلوب الثاني، مع الطرز الجينية والشكلية لأفراد الجيل الأول، الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول بدها تكون R capital R small و R small R small. لو بدنا نشوف الأعداد اعتمادا على مربع بنت، اعتمادا على مربع بنت، ماشي. هلأ في عندي أنا الطرز الجيني للأبوين، الأب الأول طرازه الجيني 2N، إنه في عندي لو طلعنا على مربع بنت في عندي من خلال مربع بنات ممكن ان نتوصل للافراد الناتجه عن طريق زي ما حكينا الجابتات الاب الاول اللي هي ار كابيتال ار سمول، هي الاب الاول 2N انقسام منصف 1N ار سمول 1N ار كابيتال، نفس الشيء للاب الثاني ار سمول ار سمول جابتاته عند اجراء التلقيح 1N مع 1N أو جاميت مع جاميت بعطيني 2N R capital R small R small. هلأ هو ما حرمنا في خلال مربع بنات الأفراد الناتجة زي ما حكينا جاميت مع جاميت R R small بطلع معي R capital R small R small مع R small R small R small R capital مع R small R capital R small R small مع R small R small R small. إذا الطرز الجينية للأفراد الناتجة رح تكون بهذه الطريقة R capital R small R small R small. بقدر احط انا عندي هون 2 R capital R small و 2 R small R small، او بقدر اقول مثلا نصهم R capital R capital ونصهم R capital R small، او بقدر احكي كمان 50% النسبة المئوية R capital R capital و 50% R small R small. اما بالنسبة للطرز الشكلية للنباتات، في عندي نباتات حمراء الأزهار، هذا أحمر، أحمر الأزهار اعتمادا على مبدأ السيادة التامة، اجتماع الأليلين المتقابلين، الأليل السائد يمنع ظهور الأليل المتنحي أو يختفي تأثير الأليل المتنحي،
نفس الفكرة هون أحمر الأزهار، في عندي أبيض الأزهار وهي الصبغة المتنحية، زوج الأديلات متنحي، وأبيض الأزهار وهي الصبغة المتنحية ولا تظهر إلا إذا كان زوج الأديلات متنحي كما تعلمنا سابقا. في عندي السؤال اللي بعده، ما التعليل الوراثي للظهور هذه النتائج أصلا؟ ما التفسير الوراثي للظهور هاي النسب اللي هي نسبة 1:1 في الأفراد الناتجة؟ الإجابة أحد النباتين الأبوين يحمل الصفة السائلة بصورة غير منطقية، والأب الآخر يحمل الصفة المتنحية. أما ما احتمال المطلوب الرابع ظهور نباتات حمراء الأزهار مطيرة وتطلع في الأفراد الناتجة؟ ما فيش عندي ولا فرد أو ولا نبتة تحمل اللون الأحمر أو اللون الأحمر فيها نقي، معنى نقي يعني متماثل الأليلة زي ما حكينا، وهذا الحكي مش موجود في الأفراد الناتجة، معناته الاحتمال رح يكون صفر. المطلوب رقم 5 ما احتمال ظهور نباتات بيضاء الأزهار؟ الحدث المنافس اللون الأبيض، بتطلع من الحدث المنافس عندي 2 لون أبيض على مجموع الأحداث 4، 2 على 4 ويساوي نص. أما ما نسبة ظهور نباتات حمراء الأزهار النسبة النوعية هي عبارة عن 50%. المثال الثاني على قانون إنزال الصفات، أجري تلقيح بين نباتين بازلتاء وكانت أفراد الجيل الأول بالأعداد التالية 910 نبات أملس البذور، 311 نبات مجعل البذور. إذا علمت أن قليل البذور مرسى أجيك مثل سائل على قليل البذور مجعل جسمون، أجب عما يلي. هلا بنلاحظ إنه من نص السؤال الأفراد الجيل الأول كانت 910 نبات أملس البذور إلى 311 نبات مجعل البذور، من النسبة لو حاولنا نبسطها نقسم على العدد الأقل نقسم على العدد الأقل في النسب، بنلاحظ إنه تقريبا النسبة بتطلع معنا 3:1. تعلمنا إنه نسبة 3:1 تظهر في الأفراد الناتجة عندما يكون كلا الأبوين يحمل الصفة السائلة بصورة غير نقية، معناته الطرز الجينية للأبوين راح تكون غير نقية. إذا بنقول جواب السؤال الأول، الطرز الجينية للأبوين تكون كلاهما جي كابيتال جي سمول، وممكن نكتب بهذه الطريقة جي كابيتال جي سمول كروس جي كابيتال جي سمول، هيك صح؟ هيك صح. أما الطرز الشكلية للأبوين راح يكون كلاهما أملس البذور، الأبوين أملس البذور لكن بصورة غير نقية لأنه نسبة الأفراد الناتجة كانت معي 3:1 أو 75% المطلوب الثاني مع الطرز الجينية لجاميتات النباتين الأبوين، وأنا بعرف أن الجاميتات تنتج من الانقسام المنصف للجينات الأبوين، معناته رح يكون عندي هاي 2N رح ينقسموا 1N و1N، طبعا كلا الأبوين بيكونوا جاميتاتهم جي فاصلة جي سمول. ما الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول؟ أفراد الجيل الأول باستخدام 4 بنات، هون طلعت هون جاميتات الأب الأول جي كابيتال جي سمول، جاميتات الأب الثاني النبات الثاني جي كابيتال جي سمول. هلا 1N جاميت مع 1N من الأب، 1N من نبات الأب مع 1N النبات الأب الآخر، يكون عندي 2N فرد ناتج أو نبات جديد، هذا النبات بده يكون أملس البذور. عندي جي 1N مع جي سمول جي كابيتال جي سمول برضه نبات أملس البذور، اعتمادا على مبدأ زي ما حكينا أو تذكروا مبدأ السيادة التامة الذي ينص على أن اجتماع الأليلين السائل والمتنحي، فإن الأليل المتنحي يختفي تأثيره بظهور ويظهر تأثير الأليل السائد. نفس الفكرة هون 1N مع 1N نبات جديد جي كابيتال جي سمول أملس البذور، في عندي جي سمول مع جي سمول 1N مع 1N جي سمول جي سمول نبات مجعد البذور. إذا راح يكون عندي بالنسبة للطرز الجينية للأفراد
الجين الأول زي ما هي موجود عندي الرموز الطرز الجيني، راح تكون عندي نباتات جي كابيتال جي كابيتال فاصلة، وعندي اثنين جي كابيتال جي سمول وجي سمول جي سمول. هاي الطرز الجينية، المقصود الطرز الجينية زي ما حكينا من قبل اللي هي الرموز. لاحظ عندي جي كابيتال جي كابيتال واثنين جي كابيتال جي سمول جي سمول جي سمول. اي صفتان سائدة واي متناحية، طبعا انا بعرف انه الصفة السائدة اللي هي تظهر بعدد باكثر عدد في الافراد الناتجة، بما انه الاملس هو كان عندي عدد اكثر حتى من النسب اللي بين معي 910 الاملس اكثر من 311 المشعر، معناته راح تكون عندي صفة البذور البلساء سائدة وصفة البذور المجعدة متناحية. هلا نكمل مع احتمال ظهور نباتات ملساء البذور نقية، الهدف المنافس بس ملساء البذور نقية، في عندي بس هاي نقية يعني زوج الأليلات متماثل وحدة الهدف المنافس على مجموع الأحداث كلهم اللي هن واحد على أربعة. ما النسبة الحيوية لظهور نباتات مجعدة؟ في عندي واحد فقط من الأربعة اللي هي عبارة عن 25% نسبة ظهور نباتات مجعدة. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله الحصة الجاي رح ناخذ قانون التوزيع الحر.